اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي في هذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. دكتور احمد، اولا خلينا نعرف اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي قبل ما نتكلم عن اي مقارنات. تمام. الاول الاسماعيلي يعني بيمر في البدايه كان مع المدرب الصربي، بعدين تولى كابتن ادهم السلحدار، ده واحد من ابناء يعني الاسماعيلي في الجيل الذهبي، حصل على بطوله الدوري سنه 90 مع النادي الاسماعيلي، وحصل على كاس مصر سنه 97، بعد كده راح الترسانه، بعد كده المعادن. ده يمكن مسيرته عشان الناس برضو تكون عارفاه كلاعب. بعد كده في كمدرب تولى نادي المعادن، بعد كده راح الاتحاد الليبي كمدرب عام، اخذ معاهم الدوري واخذ الكاس، ووصل نص نهائي الكونفدراليه مع الاتحاد الليبي، دي يمكن اول مره في تاريخ النادي الاتحاد الليبي يعني. بعد كده تولى فريق الشباب في فريق الشباب السعودي، وبعد كده نادي الصفا السعودي كمدرب، بعد كده نادي الحمام ده اتدرب في الدرجه الثانيه في مصر، بعد كده تولى اداره النادي الاسماعيلي في مهمه مؤقته. يمكن ابرز نقاط قوه الاسماعيلي طبعا الثلاثي الامامي. النهارده الثلاثي الامامي بيمتازوا بالسرعات، بالمهاره، بالحلول الفرديه الكبيره، سواء عبد الرحمن مجدي اللي هو بيلعب بالجناح، يعني التشكيله المتوقعه بتاعتهم اللي هي 4-3-3. ممكن تقول لنا التشكيله المتوقعه حتى هذه اللحظه التشكيلة للنادي المتوقع. الاسماعيلي يعني بنسبه 99% ممكن يحصل اختلاف واحد بس هنقول عليه، يمكن في حراسه المرمى محمد مجدي، الاثنين المساكين محمد هاشم وباهر المحمدي، الباك اليمين احمد ايمن بيرجع النهارده من الاصابه، محمود البدري ده باك ليفت، الثلاثة الارتكاز محمود دونجا لاعب نادي الزمالك السابق، وهمام طارق اللي بيتحول كصانع العاب، ومحمد بيومي. الاختلاف الوحيد هنا انه ممكن يدخل عماد حمدي لخبراته عن محمد بيومي، فممكن يدخل عماد حمدي مكان محمد بيومي. دي النقطة الوحيدة اللي ممكن يحصل فيها اختلاف في تشكيل الاسماعيلي، لكن بقية التشكيل واضحة. واضح. عندك الثلاثة اللي قدام دول برضو مفيش خلاف عليهم، سواء عبد الرحمن مجدي، سواء بيكيتي، او قدام محمد الشامي. شيلونجو ممكن يكون ورقة رابحة في الشوط الثاني يستخدمه، ولكن التلاتة اللي قدام او الاربعة اللي قدام نقاط القوة، الاربعة اللي قدام سرعات عبد الرحمن مجدي ممتاز جدا بالاختراق من العمق والتسديد، بيكيتي لعيب من غينيا بيساو شفناه في كاس الامم الافريقية لعيب مهاري ما كانش بيبدا، ولما بدا يديله كابتن ادهم السلحدار في الفترة الاخيرة شفنا ان هو لعيب مهاري قوي، كورته حلوه. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يدينا التشكيلة الرسمي للنادي الاهلي ولنادي الاسماعيلي لو كان معايا. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام، ضيوف ملعب النادي الاهلي، شيخ المدربين طبعا الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تم اعلان التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. حراسه المرمى النادي الاهلي لهذا اللقاء محمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين رامي ربيعه وايمن اشرف، في اليمين محمد هاني، في الشمال علي معلول، اثنين في دايره المنتصف اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، قدامهم الثلاثي احمد الشيخ، حسين الشحات وجونيور اجاي، ورأس حربة هو مروان محسن. على الجانب الآخر أيضا فريق نادي الإسماعيلي أعلن تشكيله لهذا اللقاء. في حراسة المرمى محمد مجدي، قدامه قلبي دفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، على اليمين أحمد أيمن، في الشمال محمود البدري، تصف الملعب محمود دونجا ومحمد مخلوف، قدامهم ثلاثة باكيتي سيلفا وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، ورأس الحربة طارق همام. زي ما قلت لك كابتن إسلام ده تشكيل للنادي الأهلي وتشكيل فريق الإسماعيلي. أقول لحضرتك احتياطي فريق النادي الأهلي لهذا اللقاء: شريف إكرامي، وليد أزارو، وليد سليمان، سعد الدين سمير، محمود وحيد، حسام عاشور، و جيرالدو. من الامور اللي حريص عليها ايضا كابتن اسامه اللي ننوه عليها من خلال قناه النادي الاهلي، حاله التركيز اللي عند الجهاز الفني، عدم الانشغال بنتائج المنافسين او نتائج الفرق الاخرى. الجهاز الفني كان حريص على مواصله الانتصارات دون النظر الى نتائج او ترتيب المنافسين. ده كل اللي كان لدينا كابتن اسلام في هذا قبل انطلاق هذا اللقاء من هنا من استاد الماكس. هنكون مستمرين مع حضرتك كابتن اسلام على بعد ان شاء الله هذا اللقاء، ونتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي واحراز الثلاث نقاط. معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار من حضرتك او ضيوف ملعب النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا فاروق، ولكن هل في حد بره التشكيل ولا لا؟ معانا فاروق ولا خلاص يا شباب؟ معايا. طب اتفضل يا فاروق قول لنا لو في حد الاسماء اللي بره التشكيله الرسميه. يعني كده مصطفى شوبير اعتقد. نعم يا كابتن اسلام. مين اللي خارج التشكيل؟ محمود متولي ومصطفى شوبير مظبوط؟ مصطفى شوبير خارج التشكيل، و محمود متولي
مصطفى شوبير و يعني تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمه ال 18 ومحمود متولي، يعني الاثنين اللي خارج قائمه ال 18 لهذا اللقاء، محمود متولي ومصطفى شوبير. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، ولو في اي جديد احنا معاك على الهواء مباشره دائما. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي، لو نقوله لحضراتكم مره اخرى: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف ورامي ربيعه اثنين قلوب دفاع، ثم اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه اثنين في وسط الملعب، على اليمين احمد الشيخ، على الشمال او على اليمين بقى خلينا نقول الثلاثي وهم هنشوفهم في الملعب هيبقوا واقفين ازاي، احمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور اجاييه، وفي الامام مروان محسن راس حربه وحيد في النادي الاهلي. اما التشكيله الرسميه للنادي الاسماعيلي: محمد مجدي في حراسه المرمى، احمد ايمن باك يمين، محمود البدري باك شمال، محمد هاشم وباهر المحمدي اثنين قلوب دفاع، دونجا ومخلوف اثنين في وسط الملعب، عبد الرحمن مجدي وهمام طارق وبيكيتي ثلاثي، من امامهم محمد الشامي كراس حربه وحيد. ده التشكيله الرسميه سواء للنادي الاهلي او للنادي الاسماعيلي. ولما تخلص معانا برضو جرافيك يا سمير حطها لنا على الشاشه، اتفضل يا دكتور. يمكن تشكيله النادي الاسماعيلي يمكن نفس التشكيله باستثناء محمد مخلوف هو اللي دخل كارتكاس ثالث، بيلعبوا 4-3-3. خطوره الاسماعيلي هتبقى في همام طارق اللي هو اللاعب رقم 10، واحد من احسن اللعيبه، بصير لعيب عنده الرؤيه، هو اللي بيحول طريقه اللعب بتاعه الاسماعيلي من 4-3-3 ل 4-2-3-1. لعيب خطير جدا في تحركاته في العمق، دايما بيقطع محمد الشامي من اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف، عنده نفس ميزه جونيور اجاييه، وهمام طارق هو اللي بيقطع في العمق نفس الشكل ده كده، محمد الشامي بيتحرك على الطرف وهمام طارق بيقطع في العمق. عبد الرحمن مجدي خطورته ان هو دايما بيبقى عايز يدخل لجوه ودايما عايز يشوط. بيكيتي من اللعيبه اللي عندها قدره على المراوغه، النهارده محمد هاني عنده مباراه صعبه قدام لعيب زي بيكيتي، لعيب عنده مراوغات ناجحه كتير جدا، واحد من اعلى اللعيبه كانت في بطوله كاس الامم في المراوغات الناجحه. اذا الاربعه اللي قدام دول نقطه قوه واضحه للاسماعيلي. الطريقه في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 4-3-3 بالشكل ده بعوده همام طارق كارتكاز ثالث معاهم، مع محمد مخلوف ومع دونجا. لكن في الحاله الهجوميه هتلاقيها بتتحول ل 4-2-3-1، ومعانا حتى بالصور لو جبنا التنظيم الهجومي او التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي هنبص نلاقي الاربعه اللي قدام يعني نفس الشكل ده، هنبص نلاقي ان اللعيب اللي هو همام طارق هو اللي بيقطع للعمق، لعيب مميز جدا همام طارق، واحد من احسن اللعيبه اللي عندها رؤيه، بصير عنده بيوصل محمد الشامي، لكن محمد الشامي لعيب هنلاقيه بيتحرك بياخد المدافعين معاه وبيفضي مساحات في ظهر المدافعين بتوع النادي الاهلي. يبقى اذا يجب ان يكون هناك حذر من خط دفاعنا لهمام طارق لما يقطع لوسط للعمق او للعمق علشان ياخد الكرات اللي خلف طبعا محمد الشامي. الحاجه دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الحذر من عبد الرحمن مجدي ناحيه علي معلول. عبد الرحمن مجدي مميز بالتصويب والدخول للعمق، النهارده انت يعتبر بتلعب بارتكاز واحد اللي هو اليو ديانج. فاليو ديانج كارتكاز واحد لازم مهم جدا هيبقى عليه شغل كبير جدا. اليو ديانج مباراه هتبقى يعني هتبقى صعبه جدا على اليو ديانج ان هو بيلعب ارتكاز واحد. يعني طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي النهارده اقرب الى 4-1-4-1 او 4-1-3-2 على حسب اللي احنا هنشوف دور جونيور اجاييه. هل جونيور اجاييه هيبقى مهاجم ثاني والطريقه هتبقى 4-1-3-2 اللي هي طريقه 4-4-2 دايموند، ولا هتبقى 4-1-4-1 بوجود جونيور اجاييه زي المباراه الاخيره كجناح شمال، ولا 4-2-3-1 بوجود مجدي قفشه بوجود كارتكاز ثالث كارتكاز ثاني جنب اليو ديانج. فدي برضو كذا يعني ليها كذا طريقه النادي الاهلي، لكن في الغالب هيبقى اليو ديانج طبعا هيبقى عليه مهمه كبيره جدا ان انت عندك عبد الرحمن مجدي وعندك بيكيتي وعندك محمد الشامي وعندك همام طارق، حته العمق دي لازم تكون مقفوله بشكل مميز جدا. دي نقطه يعني خطوره النادي الاسماعيلي. نقاط ضعف النادي الاسماعيلي، انت بتتكلم الكرات العرضيه عندهم مشاكل كبيره جدا، محمد هاشم وباهر المحمدي في التمركز في الكرات العرضيه سيئين جدا في التمركز في الكرات العرضيه. الباكات بتاعت النادي الاسماعيلي يعني احمد ايمن ومحمود البدري الاثنين تقدر ان انت ثغرات دفاعيه واضحه سواء الباك اليمين او الباك الشمال، يقدر النهارده اللي هيلعب على الاطراف سواء لعب احمد الشيخ طبعا ناحيه اليمين، يعني احمد الشيخ هيلعب على محمود البدري اللي هو الباك ليفت، والناحيه الثانيه سواء بدا اجاييه او بدا الشحات ناحيه الشمال، دي نقاط ضعف واضحه تقدر ان انت تستغلها على الاطراف. يعني نقاط ضعف الاسماعيلي التمركز في الكرات العرضيه رقم واحد، رقم اثنين الظاهرين ضعيفين جدا في التمركز في التغطيه العكسيه والتمركز الدفاعي. الحاجه الثانيه برضو لعيب زي دونجا اللي هو رقم 6 اللي هو الارتكاز الدفاعي بتاع النادي الاسماعيلي، ده اصلا لعيب هجومي ارتكاز بوكس تو بوكس اكتر منه لعيب قطع كرات. وبالتالي بيبقى في مساحات في ظهره كبيره جدا،
النهارده دور محمد مجدي قفشه ممكن النهارده يكون دوره اهم لاعب في الماتش تحديدا دور محمد مجدي قفشه في المساحات اللي ورا دونجا اللي هي في الزون 14 المنطقه رقم 14 اللي هي الحته دي تحديدا في المساحات اللي ورا دونجا. دونجا دايما بيسرح عنده اخطاء دايما ان هو بيزيد ان هو لعيب طبعه هجومي اكتر بيديك التمرير الطولي. يعني في مباراه الاسماعيلي والاتحاد اللي هي الاتحاد كسب فيها 4 كانت مشكله الاسماعيلي في النقطه دي في الزون 14 كابتن طلعت يوسف مدرب الاتحاد لعب عليها لعب باكتر من لاعب في الحته دي وكانت كل الاجوان من المنطقه دي. فتحديدا ان دونجا ما بياخدش الكره الثانيه في الاسماعيلي وبالتالي تقدر ان محمد مجدي قفشه النهارده وحسين الشحات لو لعبوا في المنطقه دي تحديدا محمد مجدي قفشه يقدر ان هو يستغل الثغره الاهم في النادي الاسماعيلي. اذا هناك ثغره واحده واضحه جدا ما بين خط وسط النادي الاسماعيلي وخط الدفاع والمساحات اللي ورا الظهير الايمن والظهير الايسر والكرات العرضيه في التمركز لمحمد هاشم وباهر المحمدي ضعيفين جدا فيها. برضو من ضمن نقاط القوه في الاسماعيلي الضربات الثابته. الضربات الثابته يمكن لو بصينا ازاي هم سجلوا اهداف مع كابتن ادهم السلحدار خلينا نروح للجرافيك اللي واضح لهذه الاشياء بالارقام ولهذه الكرات كيف سجل النادي الاسماعيلي اهدافه في اخر ثلاث ماتشات مع كابتن ادهم السلحدار تحديدا. هنلاقي ان هدف منهم اختراق من الجبهه اليسرى وعرضيه داخل منطقه الجزاء سجلها. ادي اول هدف اهو ده بص اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو تحركات همام طارق. همام طارق على الورق اصلا ارتكاز ثالث لكن في الحاله الهجوميه بيدخل للعمق. اللي معاه الكره هناك اللي بيرفع ده محمد الشامي. بيتحرك على الاطراف همام طارق بيقطع ولو بصينا هنلاقي مين اللي جاي من ورا عبد الرحمن مجدي. فدي ده اول هدف. الهدف اللي بعده هنبص ادي ده لما اترفعت همام طارق قطع في العمق وسجلها تمام. الصوره اللي بعدها برده دي هدف من ضربه ركنيه زي ما قلت لحضرتك عندهم مميزين بالضربات الركنيه مع المدرب ده تحديدا اللي هو كابتن ادهم السلحدار اسيست بالذات عبد الرحمن مجدي. أيوه. عبد الرحمن مجدي من احسن اللعيبه اللي بتعمل العرضيات في الضربات الركنيه والضربات الثابته مميز جدا بلعبها. برده الكره اللي بعدها هنلاقي ضربه ثابته ثانيه اتلعبت لهمام طارق. همام طارق لو بصينا في الثلاث اهداف دول مسجل هدف وعامل اسيست من ثلاث اهداف عامل مشترك دائم في الاهداف مع كابتن ادهم السلحدار. لو بصينا برده على الصوره اللي بعدها اهي دي بص حضرتك بص الرؤيه بتاعه همام طارق. همام طارق بيدي التمرير الطولي لمحمد الشامي اللي بيقطع ما بين الباك وما بين السرد باك اهو في المساحه الفاضيه اهي هتتلعب. الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي الكره وصلت له اهي. اذا دي نقطه مهمه جدا تحركات محمد الشامي وتمريرات همام طارق. الصوره اللي بعدها برده اهي بص دي غالبا الوقفه اللي هتكون النهارده بكيتي مثلا لما هيبقى يرفع وقدامه محمد هاني هنلاقي الزياده العدديه هم الثلاثه دول. همام طارق الكره دي جت خطر جدا اتلعبت في ظهر رقم 22 الباك ليفت وهمام طارق دخل همام طارق لعب بس ما لحقهاش دوبك طولت منه اتفضل. فدي حاله هجوميه مهمه جدا شكل التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي. هيبقى قدامنا كده انت عندك بكيتي ناحيه الشمال همام طارق الثلاثه اللي قدام دول تحديدا وفي الحاله الدفاعيه هم 4-3-3 اتكلمنا على الثغرات اللي عندهم كتير تقدر ان انت تستغلها. يعني النهارده كمان ممكن يكون بادئ بمروان عشان يستغل نقطه الكرات العرضيه. الكرات العرضيه بالظبط دي نقطه مهمه جدا بادئ بمحمد مجدي قفشه مثلا وحسين الشحات في العمق يقدروا يستغلوا نقطه المساحات اللي ورا دونجا. ولكن يعني احنا لسه مش عارفين حسين هيبقى في العمق ولا على الاطراف ولا على الاطراف هناك قد يكون هناك تحديدا محمد مجدي قفشه بالظبط تحديدا خلينا في محمد مجدي قفشه. ولكن نقطة النهاردة يعني ممكن تكون اللي تمثل ازعاج شوية هي اليو ديونج لوحده كارتكاز واحد قدام لعيبة مهارية عبد الرحمن مجدي قدام بكيتيه قدام محمد الشامي قدام همام طارق فلازم يكون في ارتكاز معاه يسانده مش هينفع يلعب لوحده قدام السرعات الموجوده دي كلها. دي النقطه الوحيده اللي ممكن الاسماعيلي النهارده يتفوق فيها حته الارتكاز. خلاص خلينا نروح اذا لمقارنه ما بين الاثنين المديرين الفنيين سواء ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي او كابتن ادهم السلحدار المدير الفني للنادي الاسماعيلي. يمكن ريني فايلر مدرب السويسري تولى المهمه منذ 31 اغسطس 2019 كابتن ادهم السلحدار متولي المهمه 2 ديسمبر يعني الشهر ده 2019. المقارنه دي في الدوري كابتن ادهم لعب 3 مباريات مع النادي الاسماعيلي كسب 2 اتعادل 1 ريني فايلر فاز في الست مباريات من السته ان لعيبه النادي الاهلي احرزوا 18 هدف على السته يعني معدل 3 اهداف في المباراه الواحده. دخلت شباك النادي الاهلي اقوى خط دفاع هدف واحد بس 5 كلين شيت من 6. اما النادي الاسماعيلي احرزوا 3 اهداف في 3 مباريات بمعدل هدف واحد في المباراه الواحده دخلت شباكهم طبعا ولا هدف حتى الان مع مدرب. اذا الاسماعيلي تحسن دفاعيا بالارقام مع كابتن ادهم السلحدار ولكن ده بالارقام ولكن بالحالات عندهم ثغرات كتير دي اللي وضحتها في مباراه اف سي مصر الاخيره. اف سي مصر من الفرق اللي بتلعب كره كويسه ولكن عندهم مشكله في الفينش كانوا يقدروا يستغلوا الكرات دي ويتعادلوا مع النادي الاسماعيلي. طيب
خلينا نروح لمقارنه ما بين همام طارق ومحمد مجدي قفشه. مفترض ان هما الاثنين صناع العاب سواء في نادي الاهلي او نادي الاسماعيلي. صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا، همام طارق 23، الاثنين نفس السن 23 سنه. همام طارق لعب 8 مشاركات ب 720 دقيقه، احرز هدف وصنع هدف في الثمان مشاركات. محمد مجدي قفشه لعب 6 مشاركات ب 495 دقيقه، احرز هدف، صنع هدفين، تسبب في ركله جزاء، يعني مساهم في 4 اهداف، اما همام طارق مساهم في هدفين، مع الاعتبار ان همام طارق لعب اكتر من قفشه مباراتين. تمام. نروح ايضا لمقارنه ما بين بيكيتي وجونيور اجاي. بيكيتي من غينيا بيساو وجونيور اجاي من نيجيريا، دول الافريقي هنا والافريقي هنا. 26 سنه بيكيتي، جونيور اجاي 23 سنه. بيكيتي لعب 5 مشاركات الموسم ده، ما سجلش وما صنعش ولا هدف حتى الان، اما جونيور اجاي لعب 6 مشاركات ب 422 دقيقه، مسجل هدفين حتى الان مع النادي الاهلي في الدوري. دي الافريقي هنا والافريقي هنا. طيب خلينا بقى نروح لمقارنه ما بين حسين الشحات وعبد الرحمن مجدي. طبعا عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الاولمبي، رقم اللاعب 19، حسين الشحات رقم 14. السن حسين الشحات 27 سنه، عبد الرحمن مجدي 22 سنه. عدد المشاركات الموسم ده لحسين الشحات 6 مشاركات ب 436 دقيقة، أحرز 3 أهداف وصنع هدفين، يعني حسين الشحات مساهم في 5 أهداف. أما عبد الرحمن مجدي 8 مشاركات ب 653 دقيقة، صنع هدفين، يعني مساهم في هدفين. عبد الرحمن مجدي مساهم في هدفين مع النادي الإسماعيلي ب2 أسيست اللي هم كانوا في آخر 3 مباريات، وحسين الشحات مساهم في 5 أهداف مع النادي الأهلي. ده يمكن مقارنة يعتبر ما بين الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا. خلينا نروح لعمرو السوليه ودونجا نشوف برضو اللاعب الوسط هنا. طبعا عمرو السوليه بيغيب عن المباراه، اليو ديانج هو اللي بيحل، ولكن عمرو السوليه لعب 6 مشاركات، هو كان الاساسي، اللاعب الاساسي في النادي الاهلي في الست مباريات اللي فاتوا، احرز هدف وصنع هدف. اما دونجا لعب 8 مباريات الموسم ده 691 دقيقه، ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف. يمكن مقارنه بين اللاعب الارتكاز هنا واللاعب الارتكاز هنا. اثنين حراس مرمى سواء محمد الشناوي، ودي اخر مقارنه معانا. محمد الشناوي، محمد مجدي، محمد الشناوي 30 سنه، محمد مجدي 24 سنه. عدد المشاركات الاثنين لعبوا 6 مشاركات، محمد مجدي ما لعبش اول مباراتين مع النادي الاسماعيلي. حافظ على نظافه شباكه، كلين شيت عند الشناوي 5، محمد مجدي 4 كلين شيت. استقبلت شباكه اهداف، محمد الشناوي دخل شباكه هدف واحد بس، محمد مجدي استقبل 4 أهداف في 6 مشاركات. تمام. إذا دي كانت أهم نقاط الضعف والقوة سواء في النادي الإسماعيلي، وبعض المقارنات ما بين بعض اللاعبين للنادي الإسماعيلي وللنادي الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، إن شاء الله نتفرج على مباراة حلوة ويستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة بإذن الله، وبالتوفيق للنادي الأهلي بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور أحمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل طاقم التحكيم لهذه المباراة مع كابتن أيمن دجيش يقول لنا إيه عن طاقم التحكيم لهذه المباراة، كابتن محمود البنا، كابتن سمير جمال، كابتن هاني خيري، كابتن محمد سلامة. بعد هذا الفاصل كابتن أيمن دجيش ونتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراة.